السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة الجغرافيا للصف الثاني عشر، عنوان الدرس: المقومات البشرية والاقتصادية للدولة. الدرس الثامن: أهداف الدرس. في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرا على أن: واحد، يوضح عناصر قوة الدولة. اثنين، يبين أهداف التكتلات الاقتصادية. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تذكر جيدا أننا تناولنا عناصر قوة الدولة، وعناصر قوة الدولة هي: واحد، القوة المورفولوجية. اثنين، القوة الاقتصادية. ثلاثة، نظم الربط والاتصال. أربعة، العلاقات الخارجية. خمسة، القوة الديموغرافية. ستة، القوة التنظيمية. سبعة، القوة العسكرية. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تعرفنا في الجزء السابق عن عناصر قوة الدولة، وفي هذا الدرس سندرس تلك العناصر بشيء من التفصيل، كما سندرس أهداف التكتلات الاقتصادية. الهدف الأول: يوضح عناصر قوة الدولة. من عناصر قوة الدولة: أولاً، القوة المورفولوجية. ثانياً، القوة الاقتصادية. القوة المورفولوجية، عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، هي القوة التي تستمدها الدولة من مساحتها، ومن شكلها، وموقعها الجغرافي، ومظاهر السطح بها. فالمساحة الكبيرة، والشكل المندمج، والوقوع عند المسطحات المائية، والتمتع بالمناظر التضاريسية السهلية، كلها عوامل يؤدي تضافرها إلى زيادة القوة المورفولوجية للدولة. إلا أن التطورات التكنولوجية الحديثة قللت من أهمية تلك العوامل. إذن القوة المورفولوجية تستمدها الدولة من مساحتها، من شكلها، من موقعها الجغرافي، من مظاهرها التضاريسية. إذن هذا معنى كلمة القوة المورفولوجية. أما القوة الاقتصادية، تستمدها الدولة من مواردها وثرواتها الاقتصادية، ومدى كفاءتها في استقلالها، ومدى امتلاكها للتقنيات العلمية الحديثة، وعلاقتها بالتجارة. إذن المورفولوجية تستمدها من المساحة، ومن الشكل، ومن الموقع، ومن التضاريس. أما القوة الاقتصادية تستمدها من ثروتها الاقتصادية وامتلاكها لتقنيات حديثة وعلاقتها بالتجارة. ثالثاً، نظم الربط والاتصال. نظم الربط والاتصال ممثلة في امتلاك الدولة لنظام اتصال قوي يربط كافة أجزاء الدولة وكل عناصر السكان وكل قطاعات الإنتاج. يتضمن هذا النظام كل وسائل النقل البري والبحري والجوي، وكل نظم الاتصال كالهاتف والبريد والتلفزيون، ووسائل كالصحافة والإعلام. إذن هذا معنى ربط
واتصال. إذن مثل امتلاك الدولة لنظام اتصال قوي يربط كافة أجزاء الدولة وكل العناصر وكل قطاعات الإنتاج، من ضمنها النقل البري والبحري والجوي والهاتف والبريد والتلفزيون ووسائل الأخرى كالصحافة والإعلام. أما العلاقات الخارجية تشتمل على جميع مظاهر العلاقات الدولية للدولة، يعني علاقة الدولة بالدول الأخرى وعضويتها في المنظمات العالمية وفي الأحلاف العسكرية وفي التكتلات الاقتصادية. إذن هذا معنى علاقات خارجية. إذن العلاقة الخارجية عزيزي الطالب يقصد فيها علاقة الدولة بدول العالم، وهل هذه الدولة لها عضوية من ضمن المنظمات أو هل هذه من ضمن منظمة لأحد الأحلاف العسكرية أو منظمة للتكتلات الاقتصادية. إذن كل هذه العلاقات تجعل للدولة قوة. خامساً، القوة الديموغرافية. الديموغرافية عزيز الطالب يقصد فيها السكان، سكان البلد، الناس اللي موجودين في البلد وتركيبهم، تركيبهم العمري وتركيبهم النوعي. وعرفنا ما معنى عمري وعرفنا ما معنى نوعي. نوعي يعني ذكور أم إناث، عمري يعني حسب فئات العمر، هل هم صغار السن أو كبار السن أو شباب. إذن الدولة تستمد قوتها الديموغرافية من عدد السكان، من تركيب السكان العمري والنوعي والاقتصادي ومهارة السكان ومدى تمسكهم القومي. إذن الديموغرافية يقصد فيها السكان وتركيب السكان. أما النوع السادس، القوة التنظيمية. الدولة تستمد قوتها من القوة التنظيمية. إذن القوة التنظيمية عنصر من عناصر قوة الدولة، فالدولة تستمد القوة التنظيمية من مدى كفاءة الحكومة على فرض سيطرتها وتنفيذ القانون واستقلالها الذاتي ومدى استغلالها لموارد الدولة ومدى استقرارها داخليا وخارجيا. إذن التنظيمية تستمد القوة التنظيمية تستمدها الدولة من كفاءة الحكومة، هل هذه الحكومة فرضت سيطرتها ونفذت القانون وهل هناك استقلال ذاتي وهل هناك مدى استغلالها ومدى استغلالها لموارد الدولة ومدى استقرارها الداخلي والخارجي. أخيرا القوة العسكرية. القوة العسكرية عزيزي الطالب تتمثل في عدد أفراد الجيش، مستوى أو المستوى التعليمي والمهاري للقوة العسكرية، مقدار ونوعية المعدات العسكرية، والمستوى التكنولوجي، وحجم الإنفاق العسكري الذي تنفقه الدولة من دخلها على قوتها العسكرية. إذن القوة العسكرية عنصر من عناصر قوة الدولة، يتمثل فيه عدد أفراد الجيش ومستواهم التعليمي والمهاري ونوعية وكمية المعدات العسكرية والمستوى التكنولوجي لها وحجم إنفاق الدولة على القوة العسكرية. القلق البنائي، اختر الإجابة الصحيحة. قوة الدولة التي تستمدها من كفاءة الحكومة هي المورفولوجية أم
التنظيمية أم الديموغرافية أم الاقتصادية؟ أيهما الإجابة الصحيحة؟ الدولة عندما تستمد أو قوة الدولة تستمدها من كفاءة الحكومة. إذا كفاءة الحكومة هل هو مورفولوجي أم تنظيمي أم ديموغرافي أم اقتصادي؟ الإجابة تنظيمية. السؤال الثاني، قوة الدولة التي تستمدها من تماسك سكانها، ننتبه لكلمة سكانها، هل هي مورفولوجية أم تنظيمية أم ديموغرافية أم اقتصادية؟ ننتبه لكلمة سكانها، إذا الإجابة ديموغرافية. الهدف الثاني يبين أهداف التكتلات الاقتصادية. التكتلات الاقتصادية، التكتلات الاقتصادية عزيزي الطالب تحدث بين الدول إذا كانت متجانسة جغرافياً يعني بالقرب من بعض، وثقافياً نفس الدين نفس اللغة، واجتماعياً نفس العادات نفس التقاليد. إذن التكتلات الاقتصادية تعد من أشكال التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول المتجانسة جغرافياً وثقافياً واجتماعياً، والتي تجمعها مجموعة من المصالح. المصالح تكون اقتصادية مشتركة. إذا تكتلت تجمعت هذه الدول مع بعضها لأن بينهم مصالح، والذي أدى إلى تكاملهم هو أنهم متجانسين، نفس الشيء، متجانسين جغرافيا وثقافيا واجتماعيا. إذا الذي ربطهم المصالح الاقتصادية المشتركة. أهداف التكتلات الاقتصادية، الهدف من هذه التكتلات الاقتصادية التي تحدث بين الأمم، أولاً زيادة حجم التجارة الدولية البينية، أي زيادة حجم التجارة بين هذه الدول الأعضاء، وتحسين التجارة الخارجية لصالح الدول الأعضاء. ثانياً الهدف من التكتلات الاقتصادية تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعوبها. ثالثاً الهدف من التكتلات الاقتصادية الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة في الدول الأعضاء. رابعاً تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية يساهم في حماية اقتصاد الدول الأعضاء أثناء فترات الأزمات الاقتصادية. إذن واحد، زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتحسين التجارة الخارجية لصالح الدول الأعضاء. اثنين، تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعوب الدول الأعضاء. ثالثا، الاستفادة من مهارة الأيدي العاملة والفنيين في الدول الأعضاء. رابعا، تنويع الإنتاج الاقتصادي مما يسهم في حماية اقتصادية الدول الأعضاء في فترات الأزمات. القلق البنائي، أجب عما يلي. فسر، تهدف التكتلات الاقتصادية إلى تنويع الإنتاج. الإجابة لحماية اقتصاديات الدول الأعضاء أثناء فترات الأزمات الاقتصادية. السؤال الثاني، أذكر ثلاثة من أهداف التكتلات الدولية. واحد،
زيادة حجم التجارة الدولية البينية، وتحسين شروط التجارة الخارجية لصالح الدول الأعضاء. 2، تحقيق أقصى درجة من الرفاهية الاقتصادية لشعوبها. 3، الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل في نطاق الدول الأعضاء. القلق الختامي، فلنحاول الإجابة على الأسئلة التالية. أولاً، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. قوة الدولة التي تستمدها من موقعها الجغرافي. ننتبه لكلمة موقعها الجغرافي، هل هي مورفولوجية أم تنظيمية أم ديموغرافية أم اقتصادية؟ الإجابة نعم، المورفولوجية. ثانياً، أذكر أهداف التكتلات الاقتصادية. ما الهدف من التكتلات الاقتصادية؟ 1، زيادة حجم التجارة الدولية البينية بين الدول الأعضاء، وتحسين شروط التجارة الخارجية لصالح الدول الأعضاء. 2، تحقيق أقصى درجة من الرفاهية الاقتصادية لشعوبها. 3، الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل في نطاق الدول الأعضاء. 4، تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية يساهم في حماية اقتصاديات الدول الأعضاء أثناء فترات الأزمات الاقتصادية. ثالثاً، قارن بين القوة الاقتصادية والقوة العسكرية للدول. أولاً، القوة الاقتصادية تستمدها الدول، طبعاً تستمدها الدول من مواردها وثرواتها الاقتصادية ومدى كفاءتها في استغلالها ومدى امتلاكها للتقنية الحديثة وعلاقتها التجارية. أما القوة العسكرية تتمثل في عدد أفراد الجيش والمستوى التعليمي والمهاري للجيش ومقدار ونوعية المعدات العسكرية والمستوى التكنولوجي لها وحجم الإنفاق العسكري الذي تنفقه الدولة من دخلها القومي. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.